بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاردة هنسلق اللحمة مع بعض، وعايزة أقولك حاجة مهمة جدا. لحمة مسلوقة يعني لازم تتشوح، فراخ، بط، أي حاجة من أنواع الطيور أو اللحوم لازم أديها صدمة على النار. طيب ليه بديها أنا الصدمة دي على النار؟ علشان تحتفظ بالسوائل اللي جواها، عشان ما تفقدش سوائلها. فما تيجي تاكلي قطعة اللحمة تلاقيها جوسي كده وناعمة وحلوة قوي من جوه، في نفس الوقت محافظة على شكلها من بره. ناس كتير بيجوا يسلقوها وينزلوها في المية عادي عادي يا جماعة، كل واحد كل شيء وليه طريقة. بس اللي بيميز عندي اللحوم والشوربة والفراخ والحاجات دي، الحاجات موضوع ان انتي تديها صدمة على النار. معانا النهاردة كيلو لحمة، ومعانا طماطماية ونص جزراية وورق لورو وحبهين فصين مستكة، فصين مستكة وفلفل أسمر. وهنروح يلا على البوتاجاز. قبل ما نروح في حاجة مهمة جدا، اللحمة يا جماعة ما بتتغسلش، بس أنا بغسلها. انا ما اعرفش، هو اي حد يجي يقول اللحمه ما تتغسلش، يا جماعه انا بغسلها. انا معرضه لدبانه، معرضه لحد بلاش كل حاجه، ان هي معرضه لعوامل الجو، معرضه لايد الجزار نفسه. كان بيشرب سيجاره، كان بياكل في الاكل، كان بيعمل حاجه، لازم يا جماعه تتشطف. انا بالنسبه لي لازم اديها شطفايه كده تحت الميه. يلا بينا. يلا جينا هنا على البوتاجاز. طبعا احنا بنحط مادة دهنية، انا بحب احط زيت ذرة، حطيت معلقتين وحطيتهم على النار وحطيتهم دلوقتي يسخنوا. واول بس ما اول ما تسخن هنزل بيها على ال هنزل باللحمة على المادة الدهنية. وفي حاجة يا جماعة، الحلة الاستانلس لازم أن تكوني موطيه لها النار، يعني النار تكون ملامسه القاعده بس، ما تلمس الاستانلس اللي فوق، لانها ما بتلمس الاستانلس اللي فوق هو دوت اللي بيحرقها وبيبوظها، وهو دوت اللي بيلسع الاكل وبيشيطه، هو ده اللي بيعمل كل ده اصلا. فخلوا بالكم وانتوا بتستخدموا الحله الاستانلس، انت لازم أن تكوني موطيه النار على قد القاعده بتاعتها بس، ما تبقاش النار متوهجة وطالعة فوق القاعدة واصلة للاستانلس، لأن الاستانلس بطبيعته موصل جيد للحرارة، فهو أما هيوصل الحرارة بيتلسع وبيلسع الأكل. عشان كده ناس كتير جدا بتشتكي من موضوع الاستانلس، إن هو لأ ده بيحرق الأكل، لأ مش عارف إيه. بس دي اللي كنت عايزة أقول لكم عليها. وعامة يعني هو كده كده في كل الأحوال، في حاجات بصراحة ما بعرفش أعملها غير يا إما في تيفال يا إما في ألمونيا. زي تسوية الرز، بصراحة أحلى رز تاخديه في الحلة الألمونيا أو التيفال. أنا ما بقتنعش بتسوية الرز في الحلة الستانلس، ما يعني أنا مش مظبطين أنا والحلة الستانلس. بس بعشق حاجة اسمها حلة الستانلس دلوقتي، هي سخنة أهي. بسم الله نجرب كده قطعة. ايوه بجد، ان انا الطاسه دي كده. بسم الله يا جماعه، انا غاسله ايدي كويس. بسم الله، محدش بيقول ايه انت ماسكه ايدك. بسم الله، اللهم بارك لنا في طعمها وفينا وجاب النار. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. انتوا شايفين الحلة التانية دي، انا الحلة التانية دي حطاها علشان بغلي فيها مية، علشان انزل بمية مغلية على اللحمة. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تنزلي بمية باردة على اللحمة بعد ما تتشوح، ما ينفعش. في كل المقاييس هتلاقي اللحمة قددت وهتلاقي اللحمة طعمها مبقاش حلو. فلازم ان انت بتشوحي اللحمة او فراخ او اي حاجة، لازم تكوني محضرة جنبك ميه بتغلي علشان تنزلي بيها في الحلة. يلا انزلي في الحلة على رأي على المروة. طبعا انا مش بحب ان انا اعمل ايه اقلبها، انا بحب ان انا اهز الحلة ذات نفسها كده
فهي اللحمه ذات نفسها بتتشال من مكانها اللي هي المره الاولى بس. بعد كده اما باجي بقى اقلبها اهي اهي يا جماعه، تقلبي بمنتهى السهوله ما فيهاش اي مشكله خالص. هنبتدي بقى احنا نسيبها كده تتحمر لحد ما تاخد شكل حلو من كل الجوانب، وهرجع لكم ما تتحمر. دلوقتي يا جماعه وهي بتتحمر كده هروح نازله عليها بشويه الفلفل وكم فص حبهان، فصين المستكة وورق اللورو كل ده، وهي بتتشوه. طب انا ليه حطيت البهارات دلوقتي؟ تعتبر البهارات لما بتتعرض مع المادة الدهنية على النار بتطلع ريحة حلوة قوي، وبتبقى طعمها بجد جميل جدا. يا جماعة مش قادرة اقول لكم ريحة التوابل بجد مع اللحمة حاجة كده واو، ايه الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. شايفين يا جماعة؟ شايفين هي وصلت بالشكل ازاي؟ عايزة اوريها لكم اكتر. يا ترى كده شايفينها؟ شايفين اللون؟ جد جد الريحة كمان وهم قوي. جربوا ان انتوا تحطوها كده بجد هتعجبكم جدا. طب خلاص انا كده شوحتها من كل حتة، كل قطعة لحمة اتشوحت وخدت اللون بتاعها. تفكروني يا جماعه وتقولوا لي فين البصله؟ فين البصله يا سعاد؟ ادي البصله بتاعتنا، وهننزل ببقيه التوابل وهننزل بالفلفل الاسمر بتاعنا، وهندي تقليبه كده حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. بجد بجد الريحة مش قادرة اقول لكم، جربوها هتعجبكم جدا بالطريقة دي، ريحة ولون وطعم حكاية. هننزل بقى واو، هننزل بالمية السخنة بتاعتنا. بسم الله بسم الله، خلي بالكم يا جماعة، بسم الله بسم الله بسم الله، خلي بالكم عشان محدش يتلسع. طبعا اللون الاحمر الجميل ده بتاع الطماطم لما اتخدت لسعة كده على النار. وطبعا هننزل بالحاجة الاساسية وهي الماسورة. عايزة اقول لكم الماسورة دي بجد بتدي طعم رائع مع اللحمة، احلى شوربة هتشربيها هي اللي فيها ماسورة. شوربة هتشربي شوربة لحمة بجد، انا ما بعرفش اسلق لحمة من غير الماسورة. الماسوره دي بالنسبه لي حاجه اساسيه جدا، بتدي طعم، العظم بتاعها ذات نفسه بيدي طعم. فاتمنى ان انتم تجربوها وهرجع لكم بعد ما تتسلق. ورجعت لكم تاني، ودي اللحمه بعد ما سلقناها، شوربتها جميله جدا. اللحمه ذات نفسها طريه جدا، محافظه على قوامها وشكلها حلو، وبالف هنا. ويا رب اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم، وان عجبتكم تكتبوا لي في التعليقات، ويا رب اكون بفيدكم بحاجه كويسه. يلا سلام عليكم.